بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة بقول جاء في كتاب الفكرة وفكرة، والقول يتحدث عن شخصيتين. الأولى أنه في ناس كتير بيتمتعوا بالحكمة إلا في بيتهم، والشخصية الثانية أنه في ناس تتمتع بالكرم إلا مع أفراد العائلة. طبعا هودي الشخصيتين موجودين في عالمنا، ويجب حقيقة أن نحذر من تلك الشخصيتين. هناك أشخاص كتار وأعداد كبيرة جدا دائما عندهم الحكمة في التصرف، عندهم الإيجابية في التواصل، عندهم المحبة للناس، ولكن مش ببيتهم. وأيضا هناك عدد كبير من الأشخاص اللي بيتمتعوا بالكرم، الكرم المادي والكرم المعنوي، إلا في بيتهم. والأهم في هذا الموضوع أنه يجب أن نكون حذرين من هاتين الشخصيتين، لأنه في حقيقة الأمر الشخصية المحببة للإنسان هو أن تكون أنت حكيما في بيتك وكريما مع أفراد أسرتك. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.